ديك عايشه من الدار البيضاء. الو صباح النور. صباح النور والانوار. صباحتي. الله يبارك فيك. مرحبا والف مرحبا. صباح الربح ان شاء الله باذن الله. الله يبارك. اهلا وسهلا عائشه تفضلي. ان شاء الله نعطيك واحد الوصفه ديال داك اللي فيه الكلف وداك الشيء. هي اللي فيه الكلف بالنسبه للسيدات. لا تبارك الله هذه وصفه مجربه اللي غيجربها غادي يعطي الخبر. وخلا. انا عندنا ان شاء الله حفنه ديال الفوق داك ديال الحمص مطحون. حفنه ديال الحمص مطحون. اي الواحد من الاحسن يشري الحمص على يدو يدكو شي بالمارز ويدوزو في الخلاط. نعم. ويغربلو. ودير معاه جوج معالق حتى ثلاثه ديال البومبلوموس. اي جوج معالق حتى ثلاثه ديال البومبلوموس. اي وكطلي الوجهه واحد ربع ساعه. ايه. وملي تبغي تفردو ما تهضرنا ولا تبقى هكاك واحد ربع ساعه وياه. من الاحسن تسترخى كاع وتنعس وتخلي وجهها يرتاح. يرتاح واحد ربع ساعه. ايه وملي الثاني وملي تبغي تحيدو تديها بشويه بالزيت بالزيت البلديه. نعم. حيت مع ذاك كينشف كينشف وكيدير ذاك الوجه كيتجرح. نعم. يتجرح بلا حيت ملي كدهني ديك الزيت كدغيا كيجيك ساهل باش تقومي. نعم نعم. تفرتي وصافي توصل وجهها راه كيبدا يعطي واحد اللمعان وزوين. نعم. هذه بالتجريب زعما مجربينها وخاصة مفعول. نعم هذه وصفة خاصة بالنسبة للنساء اللي عندهم الكلف في الوجه ديالهم. الكلف في الوجه دوك اللي طاحين. نعم. كيخليهم ديال الحمص مطحون. من زوج حتى ثلاثة د المعالق ديال بامبلوموس. اييه. ياك نخلطوهم ونديرهم لمدة ديال ربع ساعة. اييه. تينشفوا عاد نديروا زويته بلدية من الفوق ونقوميو. غير زيت غير في يدينا بحال هكا. غير في يدينا. كنحيدوا بها كنقوميو بها داكشي كله حتى كيتفرتس كامل. وصافي وكنغسلوا وجهنا وكندهنوا بداك الكريم. الكريم ديالنا ديال النهار وصافي تبارك الله كيعطي واحد اللمعان غزال. تبارك الله عليك العائشة. عاد كاع هكا وهكا ما عندي ما نقول. الله يخليك. تحية لك وشكرا لك. الله يحفظك على وجهي بالله. الله يخليك. زوينة هذه ديال تسكت شي شوية يعني هذه الوصفة هذه غيحبها الرجال بزاف. اللي عنده شي مرتو.